طيب احنا الآن بعد ما عملنا انستوليشن للارافيل بروجكت بدنا نبدأ بروجكت فعلي، البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه خلال الكورس، ومن خلاله هنطرح اغلب التوبكس اللي بتهمنا انه احنا نكون عارفينها في لارافيل. هنعمل هيك سيمبل بلوك او سيمبل سي ام اس ابلكيشن، هي بتصنع كده سي ام اس او بلوك اللي هو كونتنت مانجمنت سيستم. طبعا فكرة البلوج أو الكونتنت مانجمنت سيستم إن هو نظام يعني لإدارة محتوى أي موقع إلكتروني، فمن خلال إضافة الأخبار، المقالات، المنشورات المختلفة، ممكن يكون في عنا صور وألبوم صور وخلافه. فطبعا أهم نقطة دائما في أي مشروع إنه أنا بدي أعرف شو المكونات الأساسية لهذا المشروع، وابدا عمليه تحليل الداتابيز. فاحنا اليوم حنتكلم عن موضوع الداتابيز وكيف احنا نجهزها من خلال اللارافيل ميجريشنز. عاده زي ما حكينا احنا موضوع زي البلوج او السي ام اس بتكون من كومبوننت اساسي اللي هو المقال او المنشور، فاحنا هنعطيه مسمى عام خلينا نحكي اسمه بوست. البوست هذا ممكن يتكون من اي دي، نبدأ هيك نحلل في الجدول. الاي دي اللي هو نظام حيكون البرايمري كي تبع اي تيبل، احنا بنعرف الداتابيس كل تيبل له برايمري كي، فحنستخدم هذا الاي دي كبرايمري كي عشان يحطينا جنبه بي كي. اي بوست بيحتوي على عنوان وبيحتوي على كونتنت، طبعا لانه احنا ممكن نبني النظام برضه بنظام سيو فريندلي، بحيث انه الروابط اللي حابينها في الموقع بدل ما احط الاي دي تبع البوست بتحط التايتل، وهذا انتم بتحطوه في اغلب المواقع الاخباريه او البلوجز، انه مثلا بتضغطوا على اي مقال في الرابط حتلاحظوا انه العنوان تبع المقال هو الموجود في الرابط مش الاي دي تبع المقال. عشان نعمل شغله زي هيك احنا حنحتاج هنا لكلهم اسمه سلاج، وحنشوف كيف حنعرف على السلاج او كيف ننشئه. عادة البوست انا ممكن اصنفها تحت مجموعة من الكاتيجوريز، وبالتالي انا ممكن اكون محتاج هنا زي كاتيجوري، انا برضو ممكن اكون محتاج مين اليوزر اللي كتب البوست هذا، ممكن نحط بعض الشغلات التانية زي مثلا الستيتس لهذا البوست، هل هو مثلا منشور او غير منشور. تمام، ممكن ايضا البوست يكون بيحتوي على صوره، عشان ممكن يكون عندي كولوم للايمج الرئيسيه لهذا المقال او الخبر. طبعا في نظام الداتابيز احنا في عندنا نظامين، اما انا بخزن الصوره في الجدول نفسه او بخزن الصوره على الديسك وباخذ الباث او المسار تبع الصوره هذه واخزنه في الداتابيز، وهذا اللي احنا هنعمله. ممكن بعد هيك يكون عندنا حقول زي الديت تايم الخاص بعملية وقت ايش تم انشاء هذا البوست. بشكل عام يمكن هذه هي الكولومز اللي انا بحتاج اضيفها على مستوى البوست تبعي. الان لما نيجي نتكلم على موضوع زي الكاتيجوري واليوزر، احنا ممكن يكون عندي نظام مجموعة من اليوزرز، فانا مش منطقي اخزن اسم اليوزر او اسم الكاتيجوري هنا. طبعا يمكن درسته في الداتابيز، احنا بنشتغل على موضوع النورماليزيشن، فانا فعليا بكون عامل تيبل للكاتيجوريز وبعمل هنا ريفرنس لهذا الكاتيجوري. نفس الكلام بكون عندي تيبل لليوزر وبنعمل ريفرنس لهذا اليوزر عشان نتجنب الاخطاء اللي ممكن تصير في ادخال اسم الكاتيجوري، فانا اسم الكاتيجوري بدخله مره واحده، وهنا بصير عامل ريفرنس للاي دي تبع هذا الكاتيجوري. نفس الكلام بنطبق على اليوزر، عشان هيك انا محتاج الان بما انه صار عندي كاتيجوري ويوزر، فانا فعليا محتاج كمان تو موديل، محتاج موديل للكاتيجوري ومحتاج طبعا موديل لليوزر. طبعا الكاتيجوري نفس المبدا، اي تيبل احنا حنشئه محتاجين دائما يكون له برايمري كي، فالكاتيجوري حيكون له اي دي كبرايمري كي، طبعا الكاتيجوري حيكون له اسم، وممكن نضيف للكاتيجوري برضه فكرة السلاج، بحيث انه انا برضه لما اجي اضغط على رابط يوديني على كاتيجوري معين استخدم السلاج في الموضوع هذا. لو بدي اشتغل نظام شجري، يعني الكاتيجوري هذا ممكن يكون تابع لكاتيجوري اخر يعني ابن، فاحنا ممكن هنا نحتاج
لكولوم ممكن نطلق عليه بيرنت اي دي، ان هو مين البيرنت لهذا الكاتيجوري. طبعا البيرنت اي دي حيعمل ريفرنس على نفس الكاتيجوري، لانه انا هيك بدي اتجنب انه انا انشئ جدول مثلا اسميه كاتيجوريز وانشئ جدول ثاني اسميه سب كاتيجوريز. فانا ممكن استخدم نفس الجدول عشان انشئ الكاتيجوريز والابناء اللي ممكن تكون تحت هذول الكاتيجوريز من خلال حقل البيرنت اي دي. حقل البيرنت اي دي بالنسبه لنا حيعتبر زي فورين كي. هنشوف كيف حنعرف هذه العلاقه بتاعت الفورين كي. ممكن نتخيل فكره الكاتيجوري عشان مثلا تكون واضحه لكم اكثر. لو انا عندي مثلا هاي الاي دي تبع الكاتيجوري وهي النيم، خلينا ناخذ فكره الان البيرنت اي دي. الان مثلا لو انا انشات اول كاتيجوري وكان اسمه مثلا نيوز كان ملوش بيرنت، فانا ممكن اخلي قيمه البيرنت في الحاله هذه نار، انه هذا الكاتيجوري ما بيتبع لاي كاتيجوري اخر. انشات كاتيجوري ثاني رحت سميته مثلا سبورتس، تمام، وهذه السبورتس هي عباره عن اخبار رياضيه تابعه لقسم الاخبار الرئيسي، وبالتالي ممكن احكي في الحاله هذه انه البيرنت اي دي تبعنا هو واحد. رحنا انشانا مثلا ثلاثه مثلا لوكال سبورتس على سبيل المثال، هي الأخبار، خلينا نحكي الرياضة المحلية. فأنا ممكن أحكي إنه هذه تابعة للقسم السبورتس، فبدي يكون البيرنت أي دي في الحالة هذه 2 وهكذا. فإذا صار عندي هنا شجرة إنه اللوكال سبورتس بيتبع للسبورتس والسبورتس بتتبع للنيوز كاتيجوريز وهكذا. هذه هي فكرة الريفرنس اللي إحنا عملناه من خلال حقل البيرنت أي دي. وبالتالي أي قيمة في البيرنت أي دي لازم تكون أساسا موجودة في حقل الأي دي. هذه هي فكرة الفورين كي. فكرة الفورين كي هو ما بيبني العلاقة، هو فعليا بيضمن صحة البيانات، بيضمن انه القيمة اللي حتتخزن في الحقل اللي انا مصنفه كفورين كي لازم تكون موجودة اساسا في الحقل اللي هو بيأشر عليه او ريفرنس له، تمام. لو حاولنا نحط مثلا قيمة زي هيك 4، ما في عندي انا اي اي دي قيمته 4 في الجدول. طبعا لو انا مش معرف البيرنت اي دي كفورين كي، هذه القيمة حيكون مسموح ادخالها. طبعا هنا صار عندي مشكلة في الداتا لانه انا ما عندي كاتيجوري قيمته 4. لكن لو انا عرفت البيرنت اي دي على انه فورين كي في الحالة هذه، عند محاولتي لتخزين الرقم 4 هيعطيني ايرور انه انت بتحاول تدخل قيمة مش موجودة في الحقل الاساسي اللي هذا الحقل عامل ريفرنس لايبه. وهذه هي فائدة استخدام الفورين كيز. عشان هيك دائما هنحاول وين في عندي كولومز بتأشر على كولومز تانية تمام لازم نبنيها كفورين كي. الآن صار أنا عندي الكاتيجوري كتسمية عشان أوضح إنه هذا الكاتيجوري حيكون بداخله أي دي، فأنا هغير الاسم هنا من كاتيجوري لكاتيجوري أي دي، فيعتبر فورين كي لجدول الكاتيجوريز. طبعا جدول اليوزر ممكن يكون نفس الفكرة، حيكون عندي يوزر تيبل له اي دي كبرايمري كي، ممكن يكون له اسم ايميل وخلافه باسورد، تمام، واي بيانات تانية. طبعا في الحالة هذه كمان اليوزر اي دي في المنطقة او الكولوم تبع اليوزر هنحوله ليوزر اي دي، وحيكون عبارة عن فورين كي بيأشر على جدول اليوزر. اذا انا في عندي انواع فورين كيز، ممكن فورين كي بيعمل ريفرنس لجدول تاني، ممكن فورين كي بيعمل ريفرنس على نفس الجدول اللي هو موجود فيه. بشكل عام البلوك سيستم تبعنا هذه هي المكونات الأساسية تبعته. في مكونات تانية هنشتغل عليها أثناء البروجكت، بس احنا هنبدأ بالجزئية هذه، جزئية الكاتيجوريز مع البوست. لأن الخطوة اللي بنعملها، احنا كنا في المشاريع ما قبل اللارافيل أو في البيور بي اتش بي كنا نتوجه للبي اتش بي ماي ادمن أو ندخل على الداتابيز. طبعا انتوا هتدخلوا على البي اتش بي ماي ادمن خلال لوكال هوست سلاش بي اتش بي ماي ادمن، وهتدخلوا مباشرة على الموقع. أنا هنا بس عشان عندي كونفجريشن مختلفة هضطر أحط باسورد من عندي وأفوت. في الوضع التقليدي ما قبل لارافيل او حتى بلارافيل، هذه يعني شغله انتم بترجع لكم كمبرمجين، ولكن في الوضع التقليدي احنا بنروح ننشئ داتابيز. احنا بنعرف الماي اس كيو ال هي عباره عن داتابيز سيرفر بيحتوي على مجموعه من الداتابيزز. عاده كل مشروع احنا بنشتغل عليه بننشئ له داتابيز خاصه فيه، فاحنا حاليا هنشتغل على مشروع خاص فينا، فهننشئ داتابيز جديده. فهنروح على جزئيه الداتابيزز وهنيجي نعمل اسم لداتابيز جديد.
انا اخترت الاسم هذا اللي هو معاني بلوج جروب 4، هذا اسم الداتابيز. يفضل دائما استخدم الاسماء تكون نظام كلها سمول لترز، ما تعمل نظام تشكيل بالاحرف كابيتال وسمول، تستخدموش سبيسز، تستخدموش الداشز او اي سبيشال كاركتر ثاني. يعني في بعض السبيشال كاركترز مسموحه من ضمنها السبيسز، فاحنا بدنا نتجنبها. استخدم دائما سمول لترز مع اندر سكور في تسميتكو للجداول، للداتابيزز، للكولومز. الجزء الثاني، لما ننشئ الداتابيز بنحدد الترميز تبع السترينجز اللي هتتخزن بداخل الداتابيز والجداول اللي في الداتابيز هذه. الترميز طبعا او انواع الترميز عندنا انواع مختلفه، احنا عشان ندعم جميع انواع الكاركتر سيت هنستخدم اليو تي اف 8، بس هنستخدم النسخه الاكستندد منه اللي هي اليو تي اف 8 ام بي 4. هذا هو الترميز او الكاركتر سيت. وهنستخدم الكوليشن اللي بيتبع لهذا الترميز اللي هو اسمه يو تي اف 8 ام بي 4 يونيكود سي اي. يو تي اف 8 ام بي 4 يونيكود سي اي، طبعا كلمه سي اي او تمام جاي من كلمة case insensitive، بمعنى إنه الداتا اللي هتتخزن داخل الجداول لما أجي أبحث عنها هبحث عنها بغض النظر عن حالة الأحرف. يعني لو بحثت عن كلمة أحمد بالإي كابيتال أو بالإي سمول هيعمل لي ماتش تمام بغض النظر عن حالة الأحرف. هنيجي نضغط هنا على create، فاحنا كده بننشئ الداتابيز. طبعا الداتابيز هتكون فاضية في المرحلة هذه، بتحتويش على أي tables. الآن بناء على الاستراكشر اللي احنا بنيناه في الوضع الطبيعي بنروح نعمل كرييت لتيبل وبنحدد كم كولومز فيه وبنبدأ ننشئ في التيبلز هذول. لكن احنا هنستغل الآن وجود ميزة الميجريشن في لارافيل عشان نوكل العملية هذه تصير من ضمن البروجيكت تبعي، بحيث فهنستخدم اللارافيل ميجريشنز. اللارافيل ميجريشنز بتعطيني إمكانية إنه أنا أنشئ الجداول وأعدل عليها برمجيا، وطبعا هذه بتسمح لي مثلا في اي لحظه انا نقلت المشروع تبعي من مكان لمكان، فانا اذا ما نقلتش الداتابيز فانا بامكاني انشئ الداتابيز من خلال امر الميجريشن، وهيك انا بضمن انه يعني انا مش محتاج دائما انقل او اخذ باك اب من الداتابيز اللي انا بكون منشئها. عشان نبدا في شغل الميجريشنز احنا محتاجين اول شغله انه انا اربط الابلكيشن تبعي هذا او البروجكت تبعي هذا بالداتابيز اللي احنا انشاناها اللي احنا سميناها مع بلوج جي 4. عشان نربط الداتابيز هاي احنا محتاجين نعرف المعلومات عنها. المعلومات طبعا احنا محتاجين نعرف احنا على اي سيرفر موجودين، شو اليوزر نيم والباسورد تاعون الداتابيز، وشو اسم الداتابيز. طبعا هاي المعلومه اللي يفترض احنا كلها عارفينها، احنا انشانا الداتابيز واحنا عارفين الاسم، احنا عارفين انه هذا الجهاز هو اللوكال هوست تبعنا، واليوزر نيم والباسورد في الاكزام حيكون روت والباسورد بدون اي قيمه. هذه القيم عشان ندخلها هنحتاج انه نروح نفتح ملف الدوت انف. ملف الدوت انف هو ملف الانفايرمنت تبع اللارافيل، نستخدمه لتخزين بعض الـ variables اللي لها علاقة بالـ configuration. الملف نظام key value، يعني اسم الـ key يساوي الـ value. الـ value اللي احنا هنكتبها هان ممكن ما نحطهاش داخل string، لكن لو انا بدي اكتب قيمة لأي key من الـ keys اللي انا شايفها قدامي هنا، وهذه القيمة ممكن تحتوي على spaces، ولو انا اخترت على application name هغيره ل معن blog جي 4. طبعا هنا صار عندي spaces بالفاليو، ففي الحالة هذه لازم الفاليو هذه نحصرها داخل double quotation. الآن هنتعرف على شو موجود في الملف، بعدك ننتقل للنقطة اللي بتهمنا اللي هي منطقة الداتابيز. طبعا الملف الانفايرومنت حكينا هو ملف يستخدم لتعريف الconfiguration values اللي أنا بدي أعطيها للنظام. فمن ضمن الconfiguration values في عندي الابليكيشن نيم تحت الكي هذا، تمام، هو مجرد اسم للابلكيشن ممكن انا استخدمه في اي مكان عندي في النظام. الابلكيشن انفايرمنت اللي هو الاب انف اللي هو ممكن يكون قيمته لوكال او برودكشن، هذه ممكن استخدمها عشان اميز اذا انا شغال حاليا لوكالي او انا شغال برودكشن على سيرفر خارجي، وبالتالي مثلا في البرودكشن ما بدي اظهر اخطاء على الشاشه، لكن في اللوكال لاني بشتغل في مرحله الديفلوبمنت فبدي اظهر الاخطاء على الشاشه بشكل مفصل.
الابلكيشن كي هو عباره عن كي بيتم انشاء لحظه الانستوليشن لللارافيل. هذا الكي مهم جدا يكون موجود. اللارافيل بتستخدمه داخليا في عمليات زي الهاشينج والانكريبشن. فلو احنا الكي هذا لسبب ما لقيناه موجود، او بالخطا واحنا بنعمل اديت للملف رحنا حذفناه او غيرت في القيمه تبعته او تمام او مسحت بعض الكاركترز منه بالخطا، في الحاله هذه صار عندي الكي انفاليد. تمام، فانا هنا وقعنا في مشكله. خلينا نحكي مثلا انا حذفت الكي تمام وحاولت بعد هيك اشغل الموقع او البروجكت تبعنا. خلينا نعمل هنا بي اتش بي ارتيسان سيرف. اوكي، انا لو رحنا على طلبنا الموقع من خلال لوكال هوست 8000 هنشوف الرسالة. No application encryption key has been specified. لان اي الابلكيشن تبعي بطل يشتغل بسبب الكي هذا صار مش موجود. طب شو الحل؟ انا يعني ضيعت الكي بالغلط تمام ومش قادر اراجعه على سبيل المثال. فاحنا ممكن ننشئ كي جديد من خلال كوماند وفرت لي اياه لارافيل. فانا هفتح هنا تيرمينال جديد وهاجي انفذ الكوماند التالي هو بي اتش بي ارتيسان كي نقطتين جنريت. كي جنريت هذا الكوماند هيروح ينشئ لي كي جديد ويخزن لي في ملف الانف تلقائيا. ومجرد ما اضغط انتر هتلاحظوا ان هيتظهر قيمة الكي في المكان المخصص لها. صار عندي هنا كي جديد. طبعا بامكاني اعمل سيف للملف. لو طلبت الموقع هيرجع يشتغل طبيعي. تمام، نكمل. الاب ديباج تستخدم لو انا بدي برضو هل انا بدي اظهر رسائل الخطا بشكل مفصل او غير مفصل. فطبعا لما نيجي نشتغل احنا في مرحله الديفلوبمنت فالاب ديباج هتكون ترو بطبيعه الحال. لما نيجي نرفع شغلنا على برودكشن سيرفر فيفترض انه انا اغير الاب ديباج لفولس. الاب يو ار ال رابط الموقع. طبعا احنا شغالين حاليا لوكال هوست، لكن بعد هيك لما نرفع برضه شغلنا على برودكشن سيرفر هنغير هذا الرابط للرابط الحقيقي للدومين اللي احنا رفعنا عليه الشغل. طيب هذه القيم فعليا احنا بنعرفها في ملف الدوت ام، لكن هي تستخدم في اماكن ثانيه. فاللارافيل فعليا معرفه لي مكان مخصص لملفات الكونفجريشن اللي هو مجلد الكونفج. في مجلد الكونفيج انا عندي هنا مجموعه من الفايلز تستخدم للكونفيجريشن، بحيث انه كل ملف تقريبا بيكون مختص بجزء بكونفيجريشن لجزء معين. الملف الكونفيجريشن تبع الاب هيستخدم للكونفيجريشن عامه للابلكيشن. اي ملف كونفيجريشن هو عباره عن ملف طبعا بي اتش بي بيعمل ريتيرن لاري دايما، بيعمل دايما ريتيرن لاري. وبنعرف احنا في لغه بي اتش بي الاريز عندنا بنظام كي وفاليو. فهذا الكي تبع العنصر الاول في الاري طبعا بيأشر على الفاليو هذه. الان الكي نيم تمام بيحتوي على الانفايرمنت اب نيم. شو هاي؟ هذه عباره عن فانكشن. الانف هي عباره عن فانكشن وظيفتها بتحاول تطلب او تقرا القيمه في ملف الدوت ان في الاسمها اب نيم. احنا شفنا في ملف الدوت ان في عندنا اب نيم تمام. فانا عشان اقدر اقرا هذه القيمه تبعت الاب نيم فانا محتاج استخدم فانكشن اسمها انف، وهذه الفانكشن بعطيها اسم الكي تمام. ويفترض انها تروح ترجع لي القيمه اللي هي معني بلوك جي 4. طبعا القيمه او البارامتر الثاني اللي تم ارساله للانف هو عباره عن الديفولت فاليو، بمعنى انه لو كان هذا الكي مش موجود في الملف، يعني لو افترضنا انه هذا الكي انا مش معرفه في الملف ممسوح، ففي الحالة هذه الفانكشن تاعت الانف هتبحث عن الكي مش هتلاقيه، فهتفترض انه معناته القيمة هي لارافيل. فالسكند بارامتر هو عبارة عن الديفولت فاليو في حال الكي اللي تم طلبه في ملف الانف مش معرف داخل الملف. النيم بيمثل حكينا الاسم للابلكيشن. الانفايرمنت نفس الفكرة بيحاول يجيب الاب انف، واحنا شفناها برضو موجودة هنا هاي الاب انف. الديباج نفس الفكره بيحاول يقراها من ملف الاند من خلال الاب ديباج.
الـ URL برضو من آبل URL. Time Zone في بعض القيم، احنا معانا 10 دقائق وحيفصل، بمجرد ما يفصل حترجعوا تفوتوا على نفس الرابط اللي انا بعت لكم اياه. طيب التايم زون عبارة عن التايم زون لهذا الابليكيشن. طبعا احنا ممكن الابليكيشن تبعنا يكون له علاقة بعرض الديت والتايم، فاحنا طبعا الديت والتايم في الوضع الطبيعي بيكون حسب التايم زون تبع السيرفر. فاللربل ممكن تعمل مانجمنت انه تعالج موضوع الفرق التوقيت من خلال انا بحدد لها شو التايم زون اللي تستخدمه. طبعا هنا الديفولت هو يو تي سي، نحن ممكن نخلي التايم زون يكون تبع غزة، من خلال ممكن اكتب اسيا على غزة. طبعا التايم زونز هذه هي التايم زونز السبورتد بلغة بي اتش بي، فانتوا لو بحثتوا بي اتش بي تايم زونز حتلاقوا ليست اوف سبورتد تايم زونز، من ضمنها آسيا على غزة. فهذه شغلة مهمة تعملوها دائما، انكم تحطوا التايم زون حسب البلد تبع الابليكيشن هذا او الكلاينت انتوا حتشتغلوا له الشغل. اللوكال حنحكي عنها لاحقا، هي اللغة تاعت الابليكيشن. مثلا هنا محطوطة انجلش، حنسيبها زي ما هي، لكن لو قدام ممكن نغيرها. وفي بعض الكونفيجريشن الثانية بس مش كتير بتهمنا او ممكن نمر عليها لاحقا. مثلا في عندي هنا جزئية البروفايدرز، احنا اتفقنا في اللايف سايكل تبعت الريكوست بتم استدعاء البروفايدرز او السيرفيس بروفايدرز. فهنا في هذا البروفايدرز كي معرفه ليست اوف البروفايدرز اللي الابلكيشن حيروح يستدعيها في بدايه الريكوست. تمام، طبعا دي كلها جايه من الليمينيت باكج، يعني فعليا جايه كلها من اللارافيل فريم ورك. وهنا برضو نفس الفكره، هذه البروفايدرز مع هذه البروفايدرز اللي موجوده في الفريم ورك، وتحت البروفايدرز الموجوده عندي في الابلكيشن تبعنا اللي احنا شفناها المره الماضيه لما دخلنا على الاب سيرفيس بروفايدر وحكينا شو هو، ولما شفنا موضوع الراوت سيرفيس بروفايدر. الكلاس الياسز هذه حنحكي عنها لما نيجي نتكلم عن حاجه اسمها الفيكيتس. تمام، هو نظام انه انا بعمل الياس للكلاس، بحيث انه انا ما اجي اطلب الكلاس اللي اسمه مثلا فيو، بدل ما اطلبه باسمه كامل من خلال النيم سبيس تبعه ممكن اطلبه باسمه فقط زي هيك، وبدون ما اضطر اعمل او استخدم النيم سبيس لهذا الكلاس. تمام، لكن يعني هذه هي فكره الالياسز بشكل عام. طيب نرجع قلت للموضوع تبعنا، موضوع الداتابيز، وين انا بعمل كونفيجريشن للداتابيز. في الملف الدوت ان في عندنا المنطقه هذه اللي هي بتعرف الكيز الدي بي كونكشن، اللي هو عبارة عن اسم الكونكشن اللي هنستخدمه. طبعا في مجموعة من الكونكشنز هتكون معرفة في الكونفيجريشن الخاص بالداتابيز. الكونفيجريشن او ملف الكونفيجريشن الخاص بالداتابيز اسمه في مجلد الكونفيج اسمه داتابيز، او في عندي ملف هنا اسمه داتابيز. لو دخلنا على هذا الملف هلاحظ لو شوية نزلنا تحت في عندي array اسمه كونكشنز. الكونكشنز عندي مجموعة من الكونكشنز، كل كي هنا بيمثل اسم الكونكشن. ففي عندي كونكشن اسمه SQLite، عندي كونكشن تاني اسمه MySQL، عندي كونكشن PSGSQL. طبعا هذه كل كونكشن فعليا خاص بنوع من انواع الداتابيزز، لانه اللارافيل بتعمل سبورت للSQLite والMySQL والبوستجريس SQL والSQL سيرفر تبع مايكروسوفت. فاحنا هنا فعليا حددنا انه الدي بي كونكشن اللي حنستخدمه هو الكونكشن تبع الماي اس كيو ال، وهذا هو الكونكشن تبع الماي اس كيو ال. اذا اي كونكشن هحدده هنا لازم يكون معرف مسبقا في ملف الكونفيج. تمام، هذه النقطه الاولى في جزئيه الكونكشنز. الان لما اخترنا ماي اس كيو ال في عندي بيانات مرتبطه بهذا الكونكشن زي الهوست، وين الماي اس كيو ال سيرفر موجود. طبعا 127.0.0.1 هو اللوكال هوست تبعنا، فانا حستبدلها لو ضلت زي ما هي صح، بس انا بفضل تستبدلوها لكلمه لوكال هوست لانه فعليا السيرفر موجود على جهازنا. البورت هو الديفولت بورت تبع الماي اس كيو ال 3306، حنسيبه زي ما هو. الدي بي داتابيز هنا اسم الداتابيز، وهو فعليا الاسم اللي احنا انشاناه قبل شويه، احنا سميناه معنى بلوك جي 4، فحنستبدل كلمه لارافيل بالاسم تبع الداتابيز. الدي بي يوزر نيم هو اليوزر نيم للسيرفر تبع الماي اس كيو ال، اللي هو هيكون روت فعليا. تمام،
في الاكزام انتم مش محتاجين الباسورد لهذا اليوزر، هي فاضيه فحتتركوا القيمه هذه فاضيه. انا عندي على جهازي، عندي انا حاطط يوزر او حاطط باسورد ومسميها روت، لكن في الاكزام عندكم الباسورد هي فاضيه، ما مش حتحطوا اي قيمه. هيك انا بجيكون جهزت معلومات الكونكشن على الداتابيز. طبعا هذه المعلومات زي ما حكينا هي موجوده في ملف الانف، لكن فعليا ملف الانف مش هو ملف الكونفيجريشن الفعلي. ملف الكونفيجريشن الفعلي هو الداتابيز، وهتلاحظوا هنا مثلا في الكونكشن تبع ماي اس كيو ال صار يقرا القيم هذه. هي الهوست اخذوا من الدي بي هوست كي اللي معرف في ملف الانف، نفس الفكره البورت اخذوا من 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 الانف دي بي بورت، الداتابيز نيم اخذها من الدي بي داتابيز وخلافه. في قيم مثلا احنا مش معرفه في ملف الانف زي مثلا الداتابيز يو ار ال مش معرفه هنا، وبالتالي لو هو بده يستخدمها حياخذ حيحاول يقراها تمام، وحيفترضها قيمه نل بعد كده، بس هي فعليا ما بنحتاجها. من الشغلات اللي احنا ممكن نحتاجها اللي هي موضوع الكاركتر سيت، تعريف الكاركتر سيت. احنا لما انشانا الداتابيز اعطيناها الكاركتر سيت تبع اليو تي اف 8 ام بي 4 يونيكود سي اي. لو افترضنا ان احنا انشانا داتابيز بكاركتر سيت مختلف، فانا ممكن اجي احدد هنا اسم الكاركتر سيت اللي انا استخدمته اثناء ما انشات الداتابيز. عندي مثلا في المنطقه هذه جزئيه البريفكس. طبعا هي جزئيه البريفكس وظيفتها انه انا الجداول اللي بيتم انشائها ممكن اخليها اوتوماتيك لارافيل يضيف لها بريفكس. مثلا انا بدي انشئ جدول اسمه بوست، ورحت انا حطيت هنا بريفكس سميته مثلا جي 4. في الحاله هذه اي جدول انا حنشئه اوتوماتيك حيصير يبدا بجي 4، يعني حصير عندي جي 4 اندرسكور بوست على سبيل المثال. هذه مرات احنا بنستخدمها في حال انا عندي 1 داتابيز وعليها اكثر من ابلكيشن، وعشان اميز جداول الابلكيشن الاول عن جداول الابلكيشن الثاني فانا مضطر اعمل بريفكس عشان ما يصيرش تعارض في اسماء الجداول ما بين التو ابلكيشنز اللي موجودين على نفس الداتابيز. طبعا بتكلم على نفس الداتابيز اللي على نفس اسم الداتابيز مش على نفس السيرفر، لانه كل سيرفر له اكثر من داتابيز، ففيش مشكله لما يكون تكون داتابيز مختلفه، مش عندنا مشكله تشابهت اسماء الجداول، لكن حيكون عندنا مشكله لو كان نفس الداتابيز وعليها اكثر من ابلكيشن. في الوضع الطبيعي ما بنحط البريفكس، هذا بيرجع لكم للمبرمج هل هو محتاج يحط بريفكس او لا. طبعا ممكن انا موضوع البريفكس احطه في الانف، يعني ملف الانف مش مقصور فقط في القيم اللي بتكون محطوطه هنا، انا ممكن اضيف ايش ما بدي في ملف الانف. فلو انا رحت عملت هنا كي جديد انا سميته هيك من عندي دي بي بريفكس، طبعا ما في شيء له قيمه لانه انا فعليا ما بدي اعطي له قيمه، فبالتالي انا ممكن استدعيه هنا من خلال احكي له حاول تقرا لي من ملف الانف الكي اللي اسمه دي بي بريفكس اللي انا توي عرفته. طبعا لو مش موجود افترضه فاضي اللي هو السكند بارامتر، ولو شلته طبعا هو حيرجع لي بجميع الاحوال قيمه فاضيه، فسواء هيك او هيك. هذا بالنسبه للكونكشنز والتعامل معها. الان لو هل انا ممكن الابلكيشن تبعي يتعامل مع اكثر من كونكشن، يعني هل انا ممكن الابلكيشن يشتغل مع الاس كيو لايت ومع الماي اس كيو ال في نفس الوقت؟ ممكن، ولكن في عندنا حاجه احنا بنسميها الديفولت كونكشن، بمعنى لو انا عملت اي عمليه على الداتابيز وما حددتش على اي كونكشن هذه العمليه هتتنفذ، هو حيستخدم الديفولت كونكشن. طبعا الديفولت كونكشن هياخذ قيمته من مين؟ من الكي تبع الدي بي اي كونكشن الموجود في ملف الانف، واحنا حددنا انه هو اسمه ماي اس كيو ال. طبعا برضه افترض لو كان هذا الكي مش موجود فهيفترض انه الديفولت كونكشن برضه هي ماي اس كيو ال. هذه الفكرة العامة لتجهيز الكونكشنز على مستوى الداتابيز. الآن الجزء اللي بدنا إياه هو موضوع الميجريشنز اللي هي إنشاء الملفات الميجريشنز اللي وظيفتها إنها تنشئ لي الجداول، والديفينيشن تبع الجدول زي ما إحنا وضحنا إنه مثلا حيكون عندي كاتيجوريز بالحقول هذه، حيكون عندي بوستس بالحقول هذه. عشان ننشئ ميجريشن هنبدأ نستخدم الكوماند تبع الارتيسان اللي بيسهل عليا زي ما حكينا الشغل، بيعطيني ملفات واكواد جاهزه. فحنجي نحكي بي اتش بي ارتيسان ميك نقطتين ميجريشن. طب احنا قبل ما انا اكمل كود حيفصل معنا الكونكشن، حيفصل معنا الميتنج، فحوقف الوقت. جاي نكتب كوماند الميجريشن بي اتش بي ارتيسان ميك ميجريشن، هذا هو الكوماند. حنعطي اسم للميجريشن،
هنستخدم التسمية هذه دائما في حالة انه هذا الميجريشن بده ينشئ تيبل، يعني الهدف من الميجريشن انشاء جدول، فحنسمي الميجريشن بالصيغة التالية create underscore، نعطيه اسم التيبل. الآن اسم التيبل حنعتمد دائما استراتيجية انه اسم التيبل حيكون صيغة الجمع، يعني انا مثلا بدي اتكلم عن منشورات بوست حيكون اسم التيبل بوست، بتكلم عن كاتيجوري فحيكون اسم التيبل categories. طبعا بعد هيك underscore table المقطع هذا ثابت، create underscore categories underscore table هذا اسم الميجريشن، هنضغط انتر فاللارابل هنا عمل لي creation للملف هذا الملف الميجريشن. الملفات الميجريشن اللي بيتم انشائها هنلاقيها داخل مجلد اسمه database، في عندي هنا مجلد اسمه migrations، هلاقي انه في عندي ثلاث ملفات كانت معرفة مسبقا مع اللارافيل اللي هي ملفات مسؤولة عن إنشاء جدول اليوزرز والباسورد ريسيتس، هنحكي عن هذا في موضوع الاوثنتيكيشن والفيل جوبز، وهي ملف الميجريشن تبعنا. طبعا لاحظوا انه بياخد تاريخ ووقت إنشاء الملف. create categories migration file، لما نفتح الملف هذا هو عبارة عن class تحتوي على two method، الميثود الأولى اسمها up والميثود الثاني اسمها داون. الاب هتستخدم في انشاء الجدول والداون هتستخدم في عمل العكس، احنا مثلا في الاب عملنا انشاء لجدول فيفترض في الداون اعمل دروب لهذا الجدول. لو انا في الاب عملت مثلا اضافة كولومز جديدة على جدول اوريدي موجود فيفترض في الداون احذف هذه الكولومز الجديدة. فدائما الداون ميثود حكتوا فيها كود بيعكس العملية اللي احنا عملناها داخل الاب. الآن احنا هنركز على الاب اكتر. في الاب احنا هنستخدم طبعا classes، طبعا هاي ميزة احنا لما كتبت اسم الملف تبع الميجريشن باسم بيفهمه اللارافيل هو جهز لي تقريبا الكود او الستارتر كود. ف schema create صحيح، انا بدي انشئ جدول الكاتيجوري تمام. فلما انا اعطيته اسم لملف الميجريشن بالطريقه هذه اوتوماتيك فهم انه انا بدي اعمل كرييشن لتيبل اسمه كاتيجوريز، فهو على طول جهز لي الستارتر كود. طبعا الستارتر كود هو بيستخدم هنا كلاس اسمها سكيما بتحتوي على ميثود اسمها كرييت. هذه الميثود بتاخذ تو بارامتر، البارامتر الاول هو اسم التيبل، واتفقنا حنستخدم صيغه الجمع لتسميه الجداول، والبارامتر الثاني عباره عن فانكشن. الفانكشن هذه حعرف بداخلها شو الكولومز اللي هيتكون منها هذا التيبل، عشان هيك هو بيبعت لي اوبجكت من بلو برنت كلاس للتيبل. هذه الفكره البلو برنت كلاس بتعطيني ميثودز بتحدد لي الكولومز اللي انا بدي انشئها. فاحنا حاليا هنشتغل دائما داخل حدود الفانكشن هذه اللي بيتم ارسالها للسكيما كرييت. الفانكشن هذه باي ديفولت اول ما دخلنا عليها لقينا بتحتوي على تيبل اي دي وتيبل تايم ستامبس. التيبل اي دي هذه عباره عن فانكشن بتروح تنشئ لي كولوم، خلينا نحكي قد نفسر شو يعني تيبل اي دي. تيبل اي دي حتروح تنشئ لي كولوم اسمه اي دي، هذا الكولوم من الداتا تايب تبعه عباره عن بيج انتجر تمام. احنا بنعرف في الداتابيز او في الماي اس كيو في عندنا انواع مختلفه من الداتا تايبس، يعني لو انتم رحتوا تنشئوا اي جدول لو افترضنا هنا الكاتيجوريز وحطينا مثلا أربعة قول وقلنا له جو، لما نيجي ننشئ اي جدول طبعا الكولومز نعطي اسم للكولوم مثلا زي اي دي. الان هنا التايب، هذه كل الداتا تايبس السبورتد في الماي اس كيو ال، مثلا انتجر بار كار تكست ديت تيني انتجر سمول انتجر ميديوم وخلافه. كل انواع هذه انا ممكن اتعرفها باستخدام ملف الميجريشن. طبعا الفار كار للنصوص اللي حجمها ماكسيمم 255، التكست مثلا لو للتكست اللي تقريبا بتكون من اكثر من 65 الف كاركتر، التيني انتجر للارقام مثلا محصوره ما بين سالب 128 ل 127، السمول انتجر للارقام اللي ما بين 32000 تقريبا وهكذا. فانا حسب شو بدي اخزن في هذا الحقل بدي اختار الداتا تايب المناسب له. فالان حقل الفانكشن تبعت الاي دي هذه فانكشن جاهزه بتعرف لي بيج انتجر اللي هو فعليا اكبر حجم
للانتجر فاليوز وبتعرف لي اياها كانسايند. انسايند بتعني انه هذا الانتجر هتكون قيمته مش مسموح تكون بالسالب، يعني هيستقبل فقط القيم الموجبه. بعد هيك كمان حيعرف لي هذا الحقل على انه اوتو انكريمنت، يعني قيمته تلقائيه بتزيد، يعني حيبدا بواحد اثنين ثلاثه وهكذا. وفي نفس الوقت حيعرف لي هذا الحقل كبرايمري كي، يعني الفانكشن هذه اسمها اي دي اعطتني هذا الديفينيشن. تمام، انا ممكن اغير لو انا ما بدي الديفينيشن هذا، فانا ممكن استخدم بعد هيك اي نوع ثاني، لكن في الغالب احنا اي اي دي كولوم يمثل برايمري كي، فعليا انا هذا الديفينيشن اللي هستخدمه له داء في الغالب. فعشان هيك بدل ما انا اعرفه ستيب باي ستيب، عرفناه باستخدام سمبل ميثود اسمها اي دي وفرت لي اياها البلو برنت كلاس. التايم ستامبس هذه عرفت لي تو كولوم، فعليا هذه التايم ستامبس راح فانكشن برضه خاصه بالبلو برنت بتروح تنشئ لي تو كولومز. الكولوم الاول اسمه created، هاي نحطه جوا كوتيشن at من نوع تايم ستامب. التايم ستامب هو عباره عن حقل بيمثل ديت اند تايم في نفس الوقت، هو شبيه بحقل الديت والتايم. يعني في ان احنا او في ان داتا تايب من نوع ديت تايم في الماي اس كيو ال، فالتايم ستامب هي شبه الديت تايم، لكن الاختلاف بسيط انه التايم ستامب بتحافظ على موضوع التايم زون، يعني بتعمل مانجمنت للتايم زون. الديت تايم لا، بتخزن التاريخ كما هو وما بتعمل حساب التايم زون. فاحنا عشان حنشتغل على فكرة التايم زون وحنعمل مانجمنت او اللارافيل حنعمل مانجمنت للتايم زون، فيفضل نستخدم التايم ستامب بدل الديت تايم. طبعا برضو حتنشئ لي كمان حقل اسمه updated at برضو من نوع time stamp. طبعا هنا وظيفة الحقلين يمكن واضح من اسمهم انه احنا هنا بنعمل maintenance انه وقتاش تم اضافة هذا الريكورد، وبالتالي اللي created at بتحمل الوقت تبع الانشاء الريكورد، والابديتد ات بتاخذ الوقت وقت تبع تحديث الريكورد، يعني وقتاش تم تحديث مثلا هذا البيانات في هذا الريكورد، فالابديت ات بتاخذ الوقت هذا. فلو انا بدي اعمل مانجمنت لموضوع الديت تايم تبع الكرييشن والابديت للداتا، فانا بدي استخدم التايم ستامبس، ما بدي اياها ممكن احذف هذا الكولوم او التو كولومز هذول وما استخدمهم. اوكي، زين صار الاي دي والتايم ستامبس خليهم موجودين. تمام، الاي دي اكيد بدنا اياه، والتايم ستامبس مش حيضر لو انا عملت مانجمنت لموضوع التايم. خلينا نروح للاستراكشر اللي احنا وضحناه، لان انا محتاج اعمل في الكاتيجوري حقل للنيم والسلاج والبيرنت اي دي. النيم بطبيعه الحال اكيد حيكون سترينج او فار كار، السلاج كمان حيكون سترينج او فار كار، البيرنت اي دي هو فورين كي من الاي دي. بما انه الاي دي هو عباره عن big integer، فالبيرنت اي دي لازم يكون برضو big integer. اي فورين كي لازم يكون ماخذ نفس الداتا تايب تيبيكالي تبعت البرايمري كي اللي هو بيأشر عليه. خلينا نبدا نعرف الحقل هاي تيبل. عشان اعرف var char كولوم هستخدم ميثود اسمها string، وبعطي هنا دائما اسم الكولوم، فاسم الكولوم هنعتبره name. هذه هتعرف لي، خلينا نحط الديفينيشن تبعها، هتعرف لي حقل اسمه نيم من نوع var char، وحجم الvar char هذا 255 كاركتر اللي هو الماكسيمم سايز للvar char. في حال انه انا بدي احدد الحجم، فانا ممكن في البارامتر الثاني احكي له مثلا 100، وهذا معناته ان انا شايف var char الماكسيمم سايز تبعه 100 كاركتر. ما حددنا الرقم، هياخذ الماكسيمم سايز اللي هو 255. السلاج نفس الفكرة، ممكن احكي له هنا تيبل، برضو السلاج حيكون عبارة عن string او var char، فحسميه سلاج. طبعا لان السلاج حكينا حنستخدمه في موضوع الروابط، فانا معني انه يكون السلاج مش متكرر، يعني ما بدي يكون عندي تو كاتيجوريز ماخدين نفس السلاج، عشان انا بدي اميز الكاتيجوري من السلاج نيم تبعه. عشان هيك انا عشان اضمن صحة البيانات حاجة احكي انه هذا السلاج حيكون يونيك. هذه هتعرف لي حقل اسمه سلاج var char، بس يونيك المقصود باليونيك انه قيمته ممنوع تتكرر في الجدول اكثر من مره.
طبعا هنا في عندنا نظام للتشيننج، انه احنا بنعرف التابل هو اوبجكت، فبستدعي ميثود اسمها سترينج بداخله. الان هذه الميثود اللي اسمها سترينج راح رجعت لي التابل اوبجكت مره ثانيه، فقدرت استدعي عليه الميثود هذه مباشره، او هنا فعليا رجعت لي الكولوم تبع السترينج، فهذا الكولوم بيحتوي على ميثود اسمها يونيك. فدائما لما تشوفوا الشكل زي هيك اعرفوا انه هذه الميثود رجعت اوبجكت، فانا استدعيت هنا ميثود في الاوبجكت اللي رجع من الميثود اللي ايش اللي قبلها، وهكذا. هذه بنسميها نظام السلسله بتاعت استدعاء الميثودز. ضل عندي حقل اسمه البيرنت اي دي، زي ما اتفقنا البيرنت اي دي هو فورين كي حيأشر على حقل الاي دي اللي في الكاتيجوريز نفسه. فبما انه الاي دي هذا هو عباره عن بيج انتجر وانسايند الاثنين مع بعض، فلازم اعرف تحت انه البيرنت اي دي لازم يكون بيج انتجر وانسايند. ففي عندنا هنا ميثود اسمها بيج انتجر، فهيك هذه الميثود حتعرف لي حقل من نوع بيج انتجر. ايش اسم الحقل؟ بيرنت اندرسكور اي دي. انا عندي برضو unsigned، لانه باي ديفولت البيج انتجر هنا هيكون unsigned يعني signed، فبالتالي ممكن يكون سالب او موجب، لكن بما انه هنا مستخدم unsigned فانا لازم اوضح انه هذا الحقل unsigned، فانا ممكن احكي له هنا استدعي ميثود اسمه unsigned. فهيك انا طبقت انه الحقل هذا عباره عن بيج انتجر وunsigned في نفس الوقت. الان ممكن استدعي ميثود اسمها unsigned بيج انتجر تعمل لي الخطوتين هذول بخطوه واحده، يعني انا ممكن استدعي هنا unsigned big integer، فهي فعليا عملت لي big integer و unsigned في نفس الوقت، فصرت مش محتاج استدعي ال unsigned اللي هنا. حقل ال parent id انا بدي اسمح يكون null، تمام، وبالتالي هنا لازم احكي انه هذا الحقل nullable. في عندي ميثود اسمها nullable عشان احكي انه هذا الحقل مسموح تكون قيمته null. اي حقل انا بعرفه بدون ما احدد موضوع النلبل هو باي ديفولت نوت نال، يعني هنا النيم ممنوع تكون له قيمه نال، السلاج ممنوع تكون له قيمه نال، لانه انا بشكل عام ما حددت بشكل صريح انه يكون نلبل. البيرنت اي دي انا هيك حددت انه ممكن يكون نال. هيك انا تقريبا جهزت الكولومز تبعتي الاي دي والنيم والسلاج والبيرنت بالاضافه للتايم ستامبس. لما نيجي نعرف موضوع الفورين كي اللي حكينا عنه، انه البيرنت اي دي هو فورين كي من الاي دي، احنا حكينا النال حنعملها على مستوى البيرنت اي دي. النال بتعني انه هذا الحقل ملوش قيمه فبنسميها نال، تمام، والهدف انه مثلا الاي دي مثلا هذا الكاتيجوري ملوش اب، فما كيف بدي احط، ما ينفعش نحط صفر لانه بما انه عاملينه فورين كي انا ما في عندي اي قيمه اسمها صفر، تمام، لانه الصفر هذه بدها تدور هل في عندي اي دي قيمته صفر؟ لا، فيعطيني ايرور. فالفورين كي هنا بدنا نخلي قيمته نال، عشان اخلي قيمته نال لازم اسمح انه الحقل هذا ممكن يحتوي على قيم نال، تمام. هذا كله بيعتمد انا كيف حللت الجدول وهل انا فعلا بدي هذا الحقل ممكن يكون قيمته نال او لا. طيب نرجع لموضوع الفورين كي. الان احنا حكينا انه البيرنت اي دي هو فورين كي من الاي دي تبع الكاتيجوري نفسه، فعشان اعرف الفورين كي احنا هيك عرفنا الكولومز بس ما عرفناش الفورين كي. عشان اعرف الفورين كي هنيجي نحكي هنا تيبل، وفي عندي هنا ميثود اسمها فورين. الفورين هذه بعطيها اسم الكولوم اللي انا بدي اعتبره فورين كي. اسم الكولوم انا هعتبره فورين كي هو البيرنت اي دي، تمام. الان parent id وين موجود، او عفوا على مين بدي اشر؟ يعني هدف البيرنت اي هو الفورين كي، بدي اشر على حقل ثاني اللي هو البرايمري كي، فهو حنحكي له هنا references حقل الاي دي. طيب حقل الاي دي في اي جدول، تمام، فبنيجي نحكي له هنا on الجدول اللي اسمه categories. يعني انا بدي اقول له انه البيرنت اي دي بيأشر هاي ريفرنسز على حقل الاي دي الموجود في جدول الكاتيجوريز. الان لما احنا نعمل علاقه زي هيك حنيجي لبعض الحالات اللي حتصير، وهذه الحالات عشان لما يصير اخطاء تعرفوا ليش صارت. الان انا عندي مثلا السبورتس بتتبع للبرايم للكاتيجوري رقم واحد اللي هو النيوز. ايش حيصير لو انا رحت عملت ديليت لهذا الريكورد من الداتابيس؟
الآن إحنا بنعرف إنه الفورين كي لازم يكون بيأشر على قيمة موجودة، الآن صارت الواحد مش موجودة. في الوضع الطبيعي العلاقة حتكون هنا restrict، بمعنى إنه حيتم منع عملية الحذف طالما في عندي rows بتحتوي أو بتأشر على الريكورد اللي أنا حذفته. فأنا عندي هذا الرو كان بيأشر على الريكورد اللي أنا حذفته، فالماي اس كيو ال سيرفر حيمنعني وهيعطيني رسالة خطأ، وبالتالي هذا مش حينحذف، وهذا هو الديفولت اللي حيصير هنا. وهذه العلاقة احنا بنسميها restrict. أكيد احنا في عنا عند الحذف في عنا ثلاث أنواع، في عندي restrict mode، وفي عندي no action وهذه مش هتظبط معانا، وفي عنا set null، وفي عنا cascade. الوضع الطبيعي ان هو restrict، بمعنى ايش معنى restrict؟ انه لو انا حاولت احذف row إلو أبناء، خلينا نحكي، أو في فورين كيز بتأشر عليه، حيمنع عملية الحذف، فالكولوم فالرو هذا مش حينحذف، حيضله موجود. النو أكشن يعني حيحذفه، حيخلي اللي تحت زي ما هو. طبعا هنا حيصير عندنا مشكلة إنه بأشر على قيمة مش موجودة، تمام، فمش صحيحة. الحالة الثالثة الست نال بتعني إنه لما أنا أحذف رو، أنا حذفت رو وفي قيمة أو في عندي حقول بتأشر على الرو هذا، فحيتم تحويل القيمة هذه لنال، عشان هيك اسمها set null، تمام. بس في الحالة دي الرو انحذف، يعني الرو الرئيسي انحذف، وهذه طبعا بيصير هل أنا بدي أعمل الخطوة هذه لا، فنحن نحط استراتيجية، هل أنا بدي لما يحذف يمنع ولا يحطها نال ولا ايش يصير. الحالة الأخيرة هي الكاسكيد. الكاسكيد بتعني لو أنا رحت حذفت الريكورد هذا، وهذا الريكورد فيه له فورين كيز بتأشر عليه، فالكاسكيد بتعني انه يحذفهم معاه، يعني حيحذف هذا الريكورد وحيحذف هذا لانه بيأشر عليه، وطبعا وهنا حيحذف برضه هذا، اذا هذا كان بيأشر على اثنين فاثنين انحذف، فبرضه حيروح ايش كمان هذا ينحذف، فعليا انحذفت كل الابناء التابعه لهذا الريكورد. فهذا عشان هيك سموها كاسكيد، انه حيتم حذف كل شيء متعلق او مرتبط بهذا الرو. فهنجد هنا بصير الشغل تبعنا، هل أنا فعلا بدي أحذف أو لا، هل أنا بدي أعمل حذف، هل أنا بدي أعمل set null، هل أنا بدي أمنع الحذف في حال وجود أبناء. فهذا بنختارها by default. لو أنا كتبت الكود هيك وسكتت، إحنا شغالين على مستوى restrict mode اللي هو حيمنع الحذف للبيرنت رو. لو أنا بدي أسمح إنه يحذف، فأنا ممكن مثلا أنا في بالنسبة لي ما بدي إياه يحذف الأبناء عشان ما يصيرش مشاكل، فممكن أخيره لا أعمل إياه set null. فعشان أفهمه إنه أعمل لي set null on delete، في عنا حاجة اسمها هنا method null on delete، وهذه حتمثل لي نظام set null. لو أنا بدي الكاسكيد فممكن أستخدم method اسمها cascade on delete، تمام. restrict هي فعليا الديفولت، لكن انا ممكن احكي له restrict on delete، تمام، بس هي اصلا الديفولت، فلو كتبتها او ما كتبتها هي تعتبر restrict. no action on delete اعتقد مش موجودة لانه اصلا مش supported، فاحنا فعليا بدنا نتكلم على الثلاث حالات هذول افضل بدون simple no action. فانا فعليا انا بالنسبة لي حامل انه لو انحذف الاب بدي اخلي الابن رئيسي، يعني مش تابع لاب، فبدي احكي له هنا ايش null on delete. هيك انا فعليا جهزت ملف الميجريشن. هذا ملف الميجريشن احتوى على اسم الجدول حيتم انشاءه وايش الكولومز اللي حيتكون منها هذا الجدول. الان انا جهزت الملف، الخطوه اللي بعد هيك اني انفذ الملف. ففي عندنا كوماند جديد لتنفيذ الميجريشنز اللي بيتم انشائها، وهو بي اتش بي ارتيسان، دائما هذا المقطع ثابت، وهنيجي نستدعي اكشن او كوماند اسمه ميجريت. ميك ميجريشن بينشئ لي ملف الميجريشن، ميجريت بينفذ ملفات الميجريشنز الموجوده في مجلد الميجريشنز اللي في الداتابيز. هنضغط انتر، صار يعطيني هنا creation لكل ملفات الميجريشنز الموجودة. فعليا احنا في عنا اربع ملفات ميجريشنز، فراح هو فعليا نفذهم. معنى نفذهم انه نفذ الكود اللي بداخلهم، هذا الكود فعليا انشأ الجداول. فلو رحنا الان على الداتابيز اللي احنا كنا فيها،
هنلاحظ انه هي انشاء للجداول الاربعه بالاضافه لجدول اسمه ميجريشنز، هذا بيستخدم داخليا للاربل عشان يعمل مينتين لموضوع الميجريشنز. ايش الهدف من جدول ميجريشنز؟ يعني لو انا حاولت مره ثانيه انفذ كمان مره الكوماند تبع الميجريت هيعطيني رساله nothing to migrate، لانه فعليا فحص ولقى انه الملفات الموجوده حاليا في الميجريشنز هي ملفات هو نفذها قبل هيك، فمش محتاج ينفذها ثاني، لانه لو بدي احاول انفذها ثاني هيحاول ينشئ جداول بنفس الاسم، فهيصير هنا عندي ايش ايرور انه انا بحاول انشئ جدول اصلا موجود عندي في الداتابيز. طبعا هاي خلينا نشوف الكاتيجوريز اللي احنا انشأناها. لو طلعنا على الاستراكشر تبعه، هاي الحقول الاي دي بيج انتجر انسايند اوتو انكريمنت، ولاحظوا ان هو برايمري كي من خلال الكي الجولد. النيم السلاج، السلاج طبعا هذا الكي مش انه فورين، هذا الكي انه يونيك، تمام هتلاحظوا تمام. وفي عند البيرنت اي دي هذا الكي الثاني هو عباره عن انه فورين كي، وهي حق الكريدت اد والابديت اد اللي حكينا عنهم اللي هو من نوع تايم ستامب. طبعا تحت هاي الكيز اللي احنا عرفناها، البرايمري كي هو الاي دي، اليونيك كي تمام هو السلاج، والفورين كي هو البيرنت اي دي. هيك عمليا انشا الجدول بدون اي مشاكل. الان هو كيف اكتشف انه انا لما جيت نفذت كمان مره ميجريت قال انه ما فيش شيء جديد؟ هو فعليا في جدول الميجريشنز اللي بيستخدمه داخليا بيخزن شو الملفات اللي هو عمل لها ميجريت، بحيث لما اجي انفذ اي كوماند ميجريت اي ملف منفذ قبل كده هيستثنيه. تمام. طبعا رقم الباتش هذا برضه يستخدم لتعريف كم مره انا عملت ميجريت. فاحنا عملنا ميجريت اول مره انشانا فيه الاربع جداول هدول. قلت لما نيجي نعمل مثلا الملف الميجريشن تبع البوست، فبدنا ننشئ نفس كمان مره PHP artisan make migration، وحنيجي نحكي create underscore posts underscore table، هنشال الملف صار عندي ملف جديد. طبعا في ملف البوست نفس الفكرة، هيعمل لي سكيما create لبوست وحط لي الديفينيشنز تبع الـ ID والتايم ستامبس، لان احنا صار عندنا معرفه ايش بدنا ايش الحقول او ايش الميثود اللي هنستخدمها لتعريف الحقول. خلينا نمر عليها بشكل سريع. عندي حقل تايتل اكيد حيكون var char، فنيجي نحكي لنا table string وحنسميه تايتل. الحقل الثاني هو الكونتنت، طبعا الكونتنت هو محتوى المقال فاكيد حيكون حجمه كبير، فمش هنستخدم string لانه string الماكسيمم تبعه هو 255، هنستخدم table تكست للحقول النصية الكبيرة، أو حتى لو أنا متوقع يكون حجم المقال كبير جدا ممكن أستخدم long text بيعطيني برضو سايز أكبر من التكست العادي. هنسمي هنا الحقل هنسميه content. هل أنا الكونتنت تبعي بدي يكون فاضي؟ ممكن. هل أنا بدي أسمح إنه ممكن البوست يكون العنوان بس بدون محتوى؟ إذا بدي أسمح بالنقطة هذه فلازم أحكي إنه هذا الحقل nullable. محتاجين السلاج، السلاج نفس فكرة السلاج اللي عملناها، فحيكون تيبل string اسم سلاج طبعا مش حيكون، وحيكون طبعا يونيك عشان ما يتكررش برضو على نفس الجدول. عندي الكاتيجوري اي دي واليوزر اي دي والستاتس والايمج. خلينا ناخد الكاتيجوري اي دي. طبعا الكاتيجوري اي دي هو عبارة عن فورين كي بيأشر على جدول الكاتيجوري، وبده يكون طبعا بما انه الاي دي تبع الكاتيجوري هو unsigned big integer فنفس المبدأ، اذا هذا الحقل لازم نعرفه unsigned big integer. طبعا انا ممكن اختصر موضوع انشاء الكولوم مع العلاقة تبعته في نفس الوقت من خلال ميثود اسمها، عشان هيك انا بدي اشكل في كل مرة وبدنا نتعرف على اكبر عدد من الميثودز. عندي ميثود اسمها فورين اي دي. الفورين اي دي حتنشئ لي حقل unsigned big integer اسمه زي ما قلت حسميه هنا كاتيجوري اي دي كاتيجوري، انا كاتبها غلط، كاتيجوري اي دي تمام. وبدي احكي له على مين بيأشر، فبدي احكي له هنا كونسترينت. في عندي ميثود هنا الوقت اسمها كونسترينت تمام،
حق جدول الكاتيجوريز، يعني هذا حقل الكاتيجوري اي دي تبعي، هيأشر على جدول الكاتيجوريز تحديدا على حقل الاي دي، فلازم اعطي له هنا في الكونسترينت شو اسم الجدول والاي دي. هذه السطر بديل عن اني انشئ الكولوم لحال في الاول، وبعدين اروح اعرف الفورين كي في سطر ثاني، يعني ممكن احطهم تحت بعض على فكره عشان يكونوا متابعين لبعض زي كده. بعد خلينا نحط جنبهم، تمام. فالفورين اي دي ميثود هي عباره عن انه انا انشات الكولوم في الاول، وبعدين رحت حكيت له انه انت فورين كي، تمام. فانا ممكن استغلها بكوماند واحد او بسطر واحد، استخدم الفورين اي دي، بعطي اسم للحقل وكونسترينت، بحط شروط الريفرنسز لهذا الحقل. طبعا لو هذا الحقل بدي اسمح يكون نال، فبدي احط النالبل في الاول، خلو دائما الكونسترينت في الاخر. انا هنا بدي اسمح انه ممكن البوست ما يكونش تابع لكاتيجوري، فبدي احطها نالبل على اساس انه ممكن اخلي قيمه الكاتيجوري اي دي نال، تمام. وكونسترين كذا. طب ايش بده يصير لو انحذف كاتيجوري؟ هل ينحذف البوست معه؟ طبعا لا، ممكن انا ما بدي البوست ينحذف مع الكاتيجوري، هنحكي عن هذه النقطة إذا احنا عدلنا على ملفات نفذناها قبل هيك ايش حيصير، هنحكي عنها كمان شوية. طيب فدائما أول شغلة، نقطة مهمة لما نستخدم موضوع الفورين اي دي، خل الكونسترينت ميثود آخر اشي، هذه النقطة الأولى. موضوع النلابل أنا بدي الحقل اللي ممكن يكون نل. الآن بدنا نحط العلاقة، هل لما أحذف الكاتيجوري ايش حيصير في البوست اللي تابعين لهذا الكاتيجوري؟ برضه نفس القصة، يا إما كاسكيد فأنا بدي أحذف البوست اللي تابع على نفس الكاتيجوري، او سيت نال، او ريستريكت. الوضع الطبيعي حاليا هو ريستريكت، وبالتالي مش حينحذف اي كاتيجوري له بوست. لو انا بدي اعمل نفس الفكره، لا انا دخل البوست في الحاله هذه نال، يعني مش تابع لاي كاتيجوري، فانا بعد الكونسترينت ممكن احكي له ايش، نال اون نال اون ديليت، ممكن استديها برضه هنا نال اون ديليت، يعني انه انا حطيت نفس فكره الريليشن هنا نال اون ديليت، فانا حطيتها برضه هنا نال اون ديليت. لاحظوا دائما طبعا هي النال اون ديليت لانها تابعه للكونسترينت، فانا ما ينفعش احط النال اون ديليت قبل. في بعض الاحيان لازم الترتيب تبع استدعاء الميثودز مهم، يعني انا لما بدي احط انه هذا الحقل نالبل بده يكون قبل ما احكي انه هو كونسترينت، ولما احكي انه كونسترينت ساعتها ممكن احدد علاقه الكونسترينت هنا شو هي. نفس الكلام هذا ممكن يطبقه لمين؟ لليوزرز. فانا عندي كولوم حيكون اسمه يوزر اي دي، نفس الفكره نلبل كونسترين، بس في المره هذه حيأشر على جدول اليوزرز، واحنا اوريدي احنا تم انشاء جدول يوزرز تلقائيا، وبرضه حيمثل الاي دي. طب لو انحذف اليوزر ايش يصير؟ برضه ممكن اعملها نال اون ديليت. طبعا بمعنى بما انه بتحكي له نال اون ديليت، اذا لازم الحقل يكون بيقبل انه يكون نال. البيانات الثانية اللي أنا بدي محتاجها عندي الـ status والـ image. الـ date time already هو اللي created add والـ updated add، فخلصنا منه، ضل عندنا الـ status والـ image. خلينا نبدأ بالـ image. الـ image هيتم تخزين الصورة على الديسك، وهناخد المسار تبعها، وبالتالي أنا في الحالة هذه هعرف الحقل هذا كسترينج، يعني بار كار، وهنسمي الحقل ايمج، وانا ممكن البوست ما يكونش له صوره، عشان هيك ممكن اسمح انه يكون نل برضه، لانه ممكن انا ارفع او انشر مقال بدون اي صوره. الحاله الاخيره هي الستاتس. الان الستاتس ممكن اعتبرها نظام ارقام، مثلا 1 0 1 2 3، يعني 1 بتعني مثلا انه منشور، 2 بتعني انه محذوف مثلا، 3 بتعني انه مش منشور، وهكذا. بس مرات الارقام هذه بتعطي مش واضحه، يعني انا كمبرمج اذا انا حافظ انه رقم 1 بيعني ببلش، رقم 2 بيعني مثلا درافت، بس ما بيعطينيش لو حدا ثاني جاي يتبع الكود ورايا مش حيفهم شو الستاتس كود هذا ايش هو معناه. فعشان هيك انا بنفضل نحط الستاتس كود كنصوص، يعني انا مثلا بحط الستاتس مثلا ببلشت درافت وهكذا. طب انا بدي احصر في نفس الوقت، ما بدي اعمل حقل سترينج، لانه السترينج معناته بيقبل اي سترينج. هنحددها هذه برمجيا،
تمام، احنا ممكن نحطها كديفولت فاليو، نحط صحيح ممكن تزبط على مستوى الداتابيز، بس حنعملها برمجيا، نقطة ان هو نعطي ديفولت فاليو للصورة، يعني لو ما تمش اضافة صورة ممكن اعمل حاجة اسمها ديفولت واعطي له هنا مثلا مسار افتراضي لصورة افتراضية في المنطقة هذه في الديفولت فاليو، يعني مثلا يكون عندي صورة اسمها مثلا ديفولت على سبيل المثال دوت جي بي جي، ديفولت مكتوبة غلط، لكن احنا حنترك هذا الموضوع برمجيا مش حنعمله هنا، لان تمام معنى انه انا اعطي لكولوم معين ديفولت فاليو، بمعنى انه لو ما تمش ادخال اي قيمة لهذا الكولوم هياخد القيمة الافتراضية اللي انا حددتها هنا. طبعا هذا معناته لازم اكون معرف وين الصورة هذه موجودة، المسار تبعها او منشئها على اساس انه ياخدها. انا هخليها برضه مش غلط، ولكن انا بفضل تكون برمجيا، لكن انتوا بس خليها هيك في الكود قدامكم، انتوا ممكن تعملوا الخطوه هذه انكم تعملوا ديفولت فاليو لاي حقل بدكم اياه. نرجع لموضوع الستاتس، حكينا الستاتس لو انا خليتها سترينج، مشكله السترينج كولوم او البار كار كولوم انه بياخذ اي قيمه سترينج، يعني ممكن يكتبوا لي ببلشت باكثر من شكل، يكتبوا لي درافت باكثر من شكل، فلو انا معني بقيم محدده للكولوم هذا فممكن استخدم حقل من نوع انام. الانام كولوم بيسمح لي احدد قيم محدده فقط هي المسموح تتخزن في هذا الحقل، عشان هيك الستاتس هو اسم الحقل، والانام حتاخذ بارامتر ثاني على شكل اري تحتوي على شو القيم المسموح انها تتخزن في هذا الحقل. فانا مثلا بدي اسمح بقيمه الببلشت، تمام ببلشت، وحسمح بقيمة ثانية مثلا الدرافت، انه هذا البوست مثلا منشور او لسه مسودة. طبعا باي ديفولت اول قيمة معرفة في الاري هي اللي حتكون ديفولت فاليو، لو انا ما بعتش قيمة للستاتس اوتوماتيك حيعتبر القيمة هي ببلشت، فانا ممكن بشكل صريح احكي هنا ديفولت او ما حددش قيمة الديفولت. ميزة الحقل من نوع انام انه لوجت الستاتس هو حقل نصي صح، لكن ما بياخدش اي قيمة، بياخد فقط القيمتين هذول، يعني يا بتخزن بداخله كلمة published او بتخزن بداخله كلمة draft. فهيك اول شغلة انا عملت status مفهوم، انا لما اشوف الستاتس بعرف انه هذا مقصود فيه published، بدل ما استخدم الاكواد 1 و2 و3، وفي نفس الوقت انا حصرت القيمة تاعت الستاتس بالقيمتين هذول، مفيش قيم تانية ممكن تدخل غيرها. تقريبا هيك احنا بنكون جهزنا جدول البوست برضه. طب بظبط نعمل جدول خاص له اي دي نربط بي، صحيح ممكن اذا كان انا عندي دايناميك ستاتس، يعني انا بدي اسمح لليوزر هو اللي يحدد انواع الحالات، ممكن نعمل نفس ما احنا ربطنا فكره الجدول تابع لكاتيجوري، فاحنا ممكن نعمل جدول للستاتس ونربط فيه. لكن اذا الحالات هي عباره عن حالات انا هستخدمها برمجيا، يعني انا موضوع الببلش والدرافت اللي استخدمه داخليا في البرمجه، ففي الحالة هذه أنا لازم أكون عارف القيمة، لأنه لما أترك الموضوع لليوزر هو يدخل الحالات، أنا شو بيعرفني إنه الـ ID 1 بيعني published، أو شو بيعرفني الـ ID 2 بيعني draft على سبيل المثال. فالكاتيجوريز أنا ما بيهمني أعرف إنه 1 بيعني كذا و2 بيعني كذا، فمش نشتغلها دايناميك. الآن الشغلة اللي أنا برمجياً محتاج أتعامل معها لازم أكون محددها مسبقاً، ما أتركها لليوزر يدخلها. لكن لو كان الستاتس أنا ما بيهمني شو قيمته، انا بدي اسمح لليوزر يحط اي ستاتس بده اياه، ففي الحاله هذه احنا ممكن نعمل جدول للستاتس وهنا يكون ريفرنس له. لكن انا هنا معني اعرف انه هذا البوست ببلش او الدرافت، لانه لو ببلش حظهره في الصفحه الخارجيه، لو مش ببلش ما بدي اظهره، فانا لازم اكون عارف شو يعني ببلش وشو يعني درافت. تمام، هيك برضو زي ما حكينا بنكون تقريبا هيك جهز جدول البوست، فعشان يتنفذ هذا الملف تمام. وخلينا نعمل شغله، لو انا رحت اكتشفت انه انا عندي خطا في الميجريشن تبع الكاتيجوريز، فبدي اصلح الخطا هذا، مثلا بدي اروح اضيف كولوم او بدي احذف كولوم. لو بدنا نعمل مثلا نضيف للكاتيجوري مثلا صوره، فبدي اروح اضيف حقل مثلا مثلا بعد البيرنت اي دي في المنطقه هذه، قلت انا طب بدي اضيف صوره للكاتيجوري، فبدنا نعمل تيبل سترينج ايمج، وطبعا ممكن اخليها نلابل انها ممكن تكون قيمتها نال. الان احنا الملف هذا تنفذ، ملف الكاتيجوريز تنفذ، وانا بعد هيك رحت قلت لا طب انا بدي اضيف كولوم جديد على هذا الملف.
او على التعديل، ايش اللي حيصير؟ واحنا طبعا اوريدي انشانا برضو ملف جديد للبوست، خلينا نلاقي ننفذ امر الميجريت ونشوف ايش اللي حيصير معنا. php artisan migrate طبعا هنا اعطاني انه هيعمل ميجريشن لملف البوست فقط، تمام. فلو رحنا على الداتابيز الان هنلاحظ انه صار انا عندي في الداتابيز الجدول الجديد تبع البوست. طبعا لو دخلنا على الستراكشر تبعه هنلاحظ هاي الكولومز اللي عرفناها، ولاحظوا هاي العلاقه تاعت الفورين كي اللي عملناها، هذا الكاتيجوري واليوزر عرفهم وفهمهم والسلاك طبعا فورين. طيب شو صار في جدول الكاتيجوريز اللي ضفنا عليه كولوم اسمه ايمج؟ لو رحنا على جدول الكاتيجوريز الاستراكشر تبعه هنلاحظ انه ما تاثرش، لانه اي تعديل بعمله على ملف تنفذ هذا التعديل ملوش اي قيمه. اي تعديل بعمله على ملف انا نفذته او عملت له ميجريت قبل كده، هذا التعديل فعليا مش حيتنفذ. فايش الحل؟ الحل ان انا بعمل ملف ميجريشن جديد عشان يضيف هذا التعديل، تمام. يعني الحل في الحاله هذه بعمل ملف ميجريشن جديد لاضافه التعديل هذا. حنشوفه كيف يعني كده انا صار هنا معناته ملوش اي قيمه الان. طب ايش الحل؟ او في حل ثاني الان. الحل الثاني انه انا ممكن احذف او الغي الميجريشن اللي انا عملته. يعني انا بدي اكتشفت زي ما حكيت انا بضيف كولوم جديد، فبدي اروح اعمل تراجع عن الميجريشن هذا وانفذه من اول وجديد بعد ما اكون عملت التعديل اللي بدي اياه. عشان هيك لقيت حنيجي ناخذ نتعرف على الكوماندز الجديده هذه، بس قبل ما نتعرف على الكوماندز هذه حنروح نشوف جدول الميجريشنز ايش صار فيه. فلو رحنا على الداتابيز ورحنا على جدول الميجريشنز هلاحظ انه هي انا عندي الميجريشن اللي عملته اخر مره تبع البوست هينضاف، واخذ باتش رقم 2 لانه ده يعتبر الميجريشن رقم 2، وهكذا كل مره هعمل ميجريت جديد الملفات اللي تم تنفيذها في هذا الميجريت هتاخذ رقم الباتش، تمام، التسلسلي، تمام. وهذا طبعا هتستخدمه اللارافيل عشان هالوقت لما اجي انفذ كوماند زي هيك php artisan migrate نقطتين رول باك، هذا الكوماند تمام بيعمل تراجع عن اخر عمليه ميجريشن، تمام، هيعمل تراجع عن اخر عمليه ميجريشن. طبعا اخر عمليه ميجريشن هي فعليا اللي نفذناها تبعت البوست، فلما اضغط رول باك تمام هو تراجع عن فقط عمليه البوست. فلو رجعنا لقيت عد الجدول هذا لو عملت له براوز هلاقي انه انحذف من الميجريشن، ولو رحنا على الداتابيز نفسها هلاقي ايش؟ انه جدول البوست انحذف. طبعا اللي بيصير في عمليه الرول باك انه بيتم تنفيذ الكود اللي موجود في الداون، وبالتالي الداون اذا كانت مش مكتوب فيها الكود اللي بيعمل عمليه الحذف على الفاضي، تمام. فمهم جدا دائما انه الداون اكون عامل فيها الكود اللي بدي يتنفذ عند الرول باك. فالرول باك ميثود او الرول باك كوماند هيحذف او هينفذ الكود اللي معرف داخل الداون ميثود اللي في ملف الميجريشن. فطبعا هتلاحظوا احنا في الداون ميثود في ملف الميجريشن احنا بنعمل دروب اف اكزيست للتيبل اللي اسمه بوست، عشان هيك لما عملنا رول باك انحذف الجدول تبع البوست. لو انا عملت رول باك وهذا الكود مش موجود حينحذف من ملف الميجريشن، حينحذف من تيبل الميجريشن انه انحذف الميجريشن هذا، بس في نفس الوقت التيبل ما زال موجود على مستوى الداتابيس. فمهم جدا دائما نحط في الداون الكود اللي بيعكس العمليه هذه، تمام. زي ما حكينا موضوع الداون لازم اكتب فيه الكود اللي بيعمل العمليه العكسيه للاب. احنا في الاب عملنا كرييت لتيبل، فيفترض انا في الداون لانه حيتنفذ عند الرول باك ان نعمل هنا دروب للتيبل في الحاله هذه. طبعا زي ما حكيت لو انا كنت مش كاتب الكود هذا، تمام، فاحنا هنعمل رول باك، هو حيتراجع عن ملف الميجريشن بس في نفس الوقت ما حذفش الجدول اللي هو يفترض انه يحذفه لانه تراجع عن عمليه الميجريشن. وهذا ممكن نشوفها الوقت لو عملنا كمان مره رول باك. الان كل مره بنعمل رول باك حيتراجع عن اللاست ميجريشن، فلقيت لو عملت كمان مره رول باك حيتراجع عن الميجريشن رقم واحد اللي هو فعليا انشانا فيه الكاتيجوريز واليوزرز والباسورد وخلافه. الان لو انا افترضت انه رحت انا مش كاتب الكود اللي بيعمل الدروب للكاتيجوريز ورحت نفذت الامر تبع الميجريت الرول باك عفوا،
لأنه هو كتب لي إنه تراجع عن جدول الكاتيجوريز إذا منتبهين، لكن لو رحت على الداتابيز طبعا وشفت الاستراكشر تبعها هلاحظ إنه جدول الكاتيجوريز ظله موجود. في الميجريشنز تيبل هو انحذف، لكن هو ما زال موجود، لأنه أنا فعليا في الداون ما نفذتش الكود اللي بيحذف هذا التيبل. طبعا في الحالة هذه لو أنا حاولت أعمل ميجريت الآن، هذا بالنسبة لللارافيل، عفوا مش هنا احنا شغالين، الآن بالنسبة لللارافيل هو كل ملفات الميجريشنز اللي هنا مش منفذة لأنه جدول الميجريشنز فاضي. فلما أجي أنفذ ملف الكمان تبع الميجريت هيبدأ ينشئ مثلا هاي اليوزر، هاي الباسورد، هاي الفيل جوبز. إذا ينشئ جدول الكاتيجوريز أو إذا ينفذ الميجريشن تبع الكاتيجوريز تيبل، فأعطى له هذه الريس، فأعطانا طبعا رسالة الخطأ إنه بيز تيبل أور فيو أوريدي إكزيست. أنا بحاول أنشئ جدول اسمه كاتيجوريز وهذا الجدول أصلا ما زال موجود. فمهم جدا لما تقرأوا هذه الرسالة تعرفوا إنه ملف الميجريشن بحاول ينشئ جدول وهذا الجدول أصلا موجود. طب إيش الحل؟ طبعا الحل لمشكلة زي هيك انه انا بدي لازم اروح على الداتابيز بشكل يدوي واحذف هذا التابل. فبدي اجي اعمل له هنا دروب عشان يقدر ينفذ. طبعا اليوزرز والباسورد والفيل جوبس هو اوريدي انشاهم الان لو وتخزنوا فعليا في الميجريشنز انه انشاهم. طبعا كل ملف بيخلص منه بيروح يخزنه. طبعا ملف الكاتيجوريز هو اجى يعمل له ميجريشن بس صار عندي ايرور فما خزنش انه هو انا عمل له ميجريشن. اجيت انا حذفت الجدول، لو عملت كمان مره ميجريت هيكمل طبعا لانه اليوزرز والباسورد والفيل جوبز نفذهم، فهيكمل الان وهو انشا الكاتيجوريز وهو انشا البوست. تمام، ما بدناش ننسى موضوع الدعوة. طبعا هيك لو رجعنا على الداتابيز هنلاقي انه الجداول كلها صارت موجودة وصار عندي في الميجريشنز البوست والكاتيجوريز لانه اتنفذوا في الميجريشن الاخير فاخذوا باتش رقم 2. طيب لو انا بدي اعمل تراجع او بدي خلينا نحكي بدي اتراجع عن كل العمليات وين احنا شغالين هنا، يعني لو انا مثلا الرول باك حكينا بتتراجع عن اخر ميجريشن، طب انا لو بدي اتراجع عن كل العمليات اللي انا نفذتها يعني بدي ارجع كاني بشتغل من الصفر، ففي عندنا كوماند اسمه ميجريت نقطتين ريسيت. الريسيت هتعمل رول باك بس لكل الميجريشنز مش بس عند لاخر ميجريشن. فلو ضغطنا انتر هتلاحظوا انه عمل رول باك لكل الميجريشنز وهيك انا فعليا صارت عندي الداتابيز فاضيه. طبعا انا برضه نفذ ايش؟ طبعا نفذ الداون اللي في كل الميجريشنز. رجعت عملت ميجريت هينشئ لي جداول كلها في ميجريشن واحد، عشان هيك كلهم هالوقت هياخدوا نفس رقم الباتش لانه كلهم اتنفذوا في نفس الميجريشن ستيب، كلهم اخذوا نفس رقم الباتش واحد. طيب لو انا بدي اعمل ريسيت وميجريت في نفس الوقت، يعني بدي اعمل ريسيت وارجع اعمل ميجريت، بس بدل ما احنا عملناهم تو في تو كوماند عملنا ريسيت بعدين عملنا ميجريت، فانا ممكن انفذ كوماند اسمه ريفرش. ريفرش هيعمل ريسيت وهيعمل ميجريت مره واحده. هتلاحظوا انه بدا يعمل رول باك بعدين رجع يعمل ميجريت. تمام، الكوماند الأخير ممكن نعمل حاجة اسمها مش ريفريش، ميجريت نقطتين فريش. هي شبيهة بحركة الريفريش ولكن بتختلف من حيث الكونسبت أو الطريقة. في الريفريش اللارافيل بيعمل رول باك، يعني بيعمل رول باك لكل ملف وبالتالي بينفذ الداون اللي موجود في كل ملف وبعدك بيعمل ميجريت. في الفريش هو ما بيعمل رول باك، هو بيحذف من الداتابيز مباشرة وبيعمل بعد هيك ميجريت. تمام، عشان تميزوا القصة الحصية قلت لاحظوا ملف الميجريشنز لما ندخل عليه الاي دي بتضلها ايش بتتسلسل من اخر اي دي وصلت له. تمام، يعني ما بداش من واحد،
هو اول ما اشتغلنا بدا من واحد، بس عشان قعدنا نحذف ونضيف نحذف ونضيف، فاحنا بنعرف نظام الاوتو انكريمنت بضل ويكمل. فالاي دي مثلا بيبدا من 16، لو عملت كمان مره ريفرش طبعا هو حيروح يحذف من الجدول هذا وحيرجع يعمل ميجريت، فحتلاحظوا انه حيبدا التسلسل من 21 هالوقت. تمام، هيو بس يخلص هذا الريفرش، طبعا لسه انا ما تكلمتش على الريفرش. خلص، فلو رحت عملت مره ثانيه براوز، هي لاحظوا نفس الجداول بس بتاخذ تسلسل جديد. الان الريفرش بتعني زي كاني بعملت ميجريشن يعني لاول مره، ففي عندي كوماند اسمه ميجريت فريش، فهو هنا ما بيعمل حاجه اسمها رول باك، لا بيعمل دروب مباشر للجداول كلها بما فيها ملف الميجريشن، عفوا بما فيها جدول الميجريشنز، وبنشئهم من اول وجديد. عشان هيك حتلاحظوا حتى الرساله هنا ما بيحكي لي رول باك، قال لي دروب لاول تيبلز، بعدين بدا ينشئ او بدا ينفذ الميجريشنز. تمام، وطبعا لو طلعنا هالوقت لو رحت فعملت ريفرش لجدول الميجريشنز رجع يبدا التسلسل تبعه من واحد، لانه فعليا حذف الملف، حتى حذف جدول الميجريشنز وانشأه من اول وجديد، فبدأت اوتو انكريمنت تعد من اول وجديد. فهذه الفرق ما بين الريفرش والريفرش. طبعا ناخذ في عين الاعتبار انه الرول باك والريسيت والريفرش بتحذف الجداول وبالتالي هتحذف الداتا اللي فيها، فلو انا مش معني اني احذف الداتا وبدي اضيف اي تعديلات اضافيه، ففي الحاله هذه بدي اعمل ملف immigration للتعديلات، يعني حتى التعديلات اللي بدي اعملها على الكولوم، على عفوا على الجدول، بعملها من خلال ميجريشن. يعني مش بالضروره ملف الميجريشن هو لانشاء الجداول، ملف الميجريشن ممكن يكون لاضافه تعديلات على جداول موجوده مسبقا. يعني احنا هنا الكاتيجوريز ضفنا الصوره ولا ما ضفناهاش. هنا احنا مثلا الجدول هذا انا مش ضايف فيه الصوره، قد انا اكتشفت انه انا بعد ما خلصت الميجريشن بدي اضيف كولوم للصوره للجدول الكاتيجوريز، فبدي هنا عشان ما اعملش موضوع الريسيت والتفاصيل هذه، خاصه لو كان الجدول بيحتوي على بيانات وبدي اضيف هذا الكولوم كاضافه جديده، فبعمل له ملف ميجريشن جديد. فعشان اعمل ملف الميجريشن هنيجي نحكي CLS، نمسح الشاشه PHP Artisan، نفس الفكره ميك ميجريشن. قلت انا ما بدي انشئ جدول، عشان هيك حغير طريقه تسميتي تمام، هاجي احكي له اد image column. طبعا يفضل تعطوا اسم للملف تبع الميجريشن بوضح ايش بدكم تعملوا فيه. فانا هنا بدي اكتب add image column to categories table، شوية الاسم طويل لكن بوضح بالضبط انا ايش بدي اعمل في هذا الجدول. عشان افهم اللارافيل كمان انه هذا ملف حيشتغل على جدول اسمه categories، فممكن اضيف هنا flag احكي minus minus table يساوي categories. هيك انا بحكي للرابل لما تنشئ لي ملف الميجريشن خذ بعين الاعتبار انه التيبل اللي حيستخدمه اسمه categories اللي هو التيبل تبعنا. ضغط انتر هيضاف لي ملف ميجريشن جديد بالاسم اللي انا اخترته. في ملف الميجريشن في الاب طبعا جهز لي اياه، بس هتلاحظوا ايش كاتب لي هنا، سكيما تيبل. في شغل الكرييت كان ايش يكتب لي، سكيما كرييت، هنا بدي ينشئ جدول سكيما تيبل، هذا معناته انه انا بدي اتعامل مع هذا التيبل واعمل عليه تعديلات. التعديلات هي اما انه انا بدي احذف كولوم او بدي اضيف كولوم جديد. فانا لو بدي اضيف كولوم جديد باجي عادي احكي له لوج تيبل سترينج ايمج ممكن يكون نلابل. طب وقت ايش يضيفه؟ الوقت هذا بدي اضيف كولوم جديد في الجدول، فانا ممكن اضيف هنا حاجه اسمها افتر، يعني هذا الكولوم وين يحطه كترتيب. فلو طلعنا على جدول الكاتيجوريز انا مثلا كترتيب بدي احطه بعد البيرنت اي دي، بدي اخلي الايمج يجي بعد البيرنت اي دي، فبالتالي احكي له هنا ستيبل سترينج ايمج نلابل افتر حقل البيرنت اي دي، لانه لو ما حطيت الافتر ايش حيعمل؟ حيضيف لي الكولوم في اخر الجدول. فيش مشكله، بس اذا انا معني بترتيب معين فانا لازم احدد له بشكل صريح هذا الكولوم اضيفه بعد اي جدول. الان في الاب انا ضفت هيك كولوم جديد على جدول الكاتيجوريز. تمام، فهو هيك حينشئ، مش حينشئ جدول اسمه كاتيجوريز، لا حيضيف كولوم جديد اسمه ايمج على جدول الكاتيجوريز. زي ما اتفقنا في الداون بدنا نعمل العكس، انا هنا ضفت كولوم
يبقى انا هنا تحت لازم احذف هذا الكولوم فقط. عشان هيك برضه في الداون دخلنا على السكيما تبعت التيبل نفسها، سكيما تيبل كاتيجوريز، وهنا ممكن استدعي ميثود اسمها تيبل دروب كولوم، عفوا دروب كتبت غلط، دروب كولوم، انه انا بدي احذف الكولوم اللي انا سميته ايمج. تمام، فدائما ايش انا بعمل في الميثود تبعت الاب، انا في الداون هعمل العكس. احنا كنا في هنا نعمل كرييت للتيبل، فكنا نعمل دروب للتيبل. الان انا عملت اضافه لكولوم، فانا هنا بعمل دروب لهذا الكولوم. طبعا دروب الكولوم لازم اكون داخل حدود السكيما تيبل فانكشن هذه، عشان انفذ الميجريشن. صرنا عارفين بجي احكي له بي اتش بي ارتيسان ميجريت، حيلاقي انه هذا ملف جديد فحينفذه. تمام، لو رحنا على جدول الكاتيجوريز الان، رحت عملت براوز له او ستراكشر، حلاقي انه هيضاف لي حط للايمج. تمام، بعد البيرنت اي دي لو رحنا عملنا رول باك حيتراجع طبعا عن اخر ميجريشن صار. اللي هو تبع اضافه الكولوم، طبعا لانه حيكون نفذ الكود اللي انا كتبته هنا انه يعمل دروب للكولوم. فلو رحت عملت ستراكشر للجدول حلاقي انه الكولوم تبع الايمج انحذف، وطبعا الجدول ضله زي ما هو. فهذه النقطه مهمه، ايش احنا نحط دائما في الداون الكود اللي بيعكس الكود اللي احنا عملناه على مستوى الاب ميثود. هرجع اعمل الميجريت عشان اضيف الكولوم تبع الايمج. هذا بشكل عام الشغل المتعلق بالميجريشنز والتعامل معها. هناخد بريك ربع ساعة هيك تقريبا، بعد البريك هنبدأ نتكلم. فانتوا ممكن يعني انتوا بيرجع لكم الامر، هل انتوا خلال البريك تحاولوا تشتغلوا في موضوع الميجريشن؟ انا هعطيكم بعد البريك 10 دقائق برضو اتبع معكم انشاء الميجريشنز اللي احنا انشأناها هذه. تمام، فبعد البريك بنكمل ان شاء الله.